تكريس الثقافة الدستورية في أوساط المختصين والمواطنين العاديين، ذلك هو الهدف من تنظيم ملتقى وطني حول المحكمة الدستورية، ملتقى أبرز دور هذه المحكمة في إرساء دولة الحق والقانون. قمنا بهذا الملتقى حتى نبرز لكل حال ونثري الثقافة الدستورية لكل، سواء بالنسبة للمختصين أو بالنسبة للمواطنين العاديين. ونحن في إطار الإعداد للملتقى الدولي الذي سنخصصه للذكرى الأولى لإنشاء المحكمة الدستورية، وسيكون إن شاء الله يوم 26 نوفمبر. وعلى غرار صلاحيتها الموسعة، تتيح المحكمة الدستورية المجال للمواطنين بالدفع بعدم دستورية القوانين في حال حصول نزاعات قضائية. الصلاحية الأولى وهي الصلاحية القضائية هي الرقابة على مدى مطابقة القوانين الصادرة عن البرلمان مع الدستور، فسح المجال أمام المواطنين، أو خلينا نقول الديمقراطية التشاركية عن طريق الدفع. يجوز لأي مواطن بمناسبة نظر نزاع أمام القضاء أن يدفع بأن قانون ما يريد الخصم أن يطبقه عليه غير قانون غير دستوري، فيرفع هذا الدفع إلى المحكمة الدستورية، وحينها تستطيع أن تشل هذا القانون ولا يطبق على النزاع. المحكمة الدستورية هيئة تمتاز باختصاصات قضائية واستشارية، كما تسهر على مراقبة مدى مطابقة مختلف القوانين مع الدستور.